تحية طيبة مشاهدي الكرام، وأهلا بحضراتكم إلى حلقة جديدة من برنامج نبض الاقتصاد. حلقة هذا اليوم حلقة خاصة عن المعرض 12 للأمن الداخلي للدفاع المدني، معرض ميليبول قطر 2018. هذا المعرض والذي يتم تنظيمه مرة كل عامين بالتناوب مع فرنسا، يبحث في اكتشاف الاتجاهات الجديدة في سوق المعدات الأمنية والتعرف على رأي خبراء صناعة الأمن الداخلي حول التحديات التي تواجه أعمال الأمن السيبراني والتهديدات الإلكترونية والدفاع المدني وإدارة أمن الفعاليات الكبرى. الخبراء المشاركون مشاهدي الكرام سيعرضون أحدث ابتكاراتهم في مختلف القطاعات، الأمن العام وأيضا المعدات الدفاعية والحلول وأمن تقنيات الاتصالات وأيضا معدات مكافحة الحرائق والكشف عن الإشعاعات وأيضا معدات الطوارئ والمنتجات الخاصة بإنفاذ القانون وبرمجيات الاتصالات وأنظمة أمن المطارات. اليوم تشير آخر الدراسات إلى أنه من المتوقع أن يشهد سوق الأمن الداخلي في منطقة الشرق الأوسط معدل نمو سنوي قدره حوالي 19%، ليصل إلى حوالي 34 مليار دولار سنوياً بحلول العام 2020. وفي النسخة الماضية من ميليبول قطر 2016 وقعت وزارة الداخلية في دولة قطر عقوداً بلغ إجمالي قيمتها 260 مليون ريال قطري. نبحث اليوم مشاهدي الكرام في أهمية هذا المعرض الدولي وماذا حقق خلال نسخه السابقة وكيف استفادت دولة قطر وغيرها من الدول من منتجات هذا المعرض. نتابع وإياكم هذا التقرير عن افتتاح ميليبول قطر 2018، ومن ثم لنا عودة، ابقوا معنا. مئتان وتسعة عشر شركة من 24 دولة تشارك في النسخة 12 من معرض ميليبول قطر 2018 من خلال عرض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الأمن والدفاع المدني. الحضور القطري في المعرض بارز، وذلك بمشاركة مؤسسات وشركات قطرية. افتخر هذه السنة بتقديم ثلاث منتجات قطرية ميد إن قطر. المنتجات هذه، المنتج الأول اللي هو عبارة عن مركبة آلية للاستكشاف والعمليات الخاصة. المنتج الثاني اللي هو نظام السكيور كام، اللي هو نظام اتصالات مشفر للاستخدام في المشاريع وبعض المؤسسات، انكريبتد سيستمز. والنظام الثالث اللي هو الانتليجنس سوفت ويرز، اللي هو يعمل تجميع للبيانات من خلال السوشيال ميديا وعمل احصائيات وتحاليل. الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرها من الدول الشريكة لدولة قطر على المستوى الاستراتيجي تشارك في المعرض عبر أجنحة لشركاتها الخاصة بتوليفة كبيرة من الأسلحة والمنتجات التكنولوجية الأمنية. شراكتنا استراتيجية ولها قيمة كبيرة لدى المملكة المتحدة. قطر من البلدان الأساسية بالنسبة لنا، نحن هنا لمساندة قطر بخصوص كأس العالم وأبعد من ذلك. معرض ميليبول فرصة سنوية لاستقطاب الخبراء ومتخصصي قطاع الأمن الداخلي والدفاع المدني والسلامة العامة لاستعراض أحدث الحلول الأمنية وتبادل أفضل الخبرات في هذا المجال. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام، إذن من مركز الدوحة للمعارض وحلقة خاصة عن ميليبول 2018 نرحب بضيف هذه الحلقة معنا، سعادة اللواء ناصر بن فهد الثاني رئيس لجنة ميليبول. مرحبا بك سعادة اللواء. أبدأ معك بسؤال، يعني واضح أنه ميليبول نجح منذ سنوات في أن يصبح منصة رئيسية لمتطلبات الأمن الداخلي في منطقة الشرق الأوسط التي أصبحت إحدى أنشط أسواق العالم في هذا المجال. بداية حدثنا عن فكرة
تأسيس هذا المعرض انطلاقا من العام 1996 حتى يومنا هذا بالنسخ العديدة التي شهدها. طبعا الفكرة بدأت من 1996، وزارة الداخلية بحكم صداقتها مع الحكومة الفرنسية، وكان هذا المعرض يقام في فرنسا اسمه ميليبول باريس، ميليبول فرنسا. فاحنا يعني قطر وزارة الداخلية حبت أن تشارك الفرنسيين في إقامة المعرض في قطر، وبذلك أصبحت هناك شراكة بين قطر وفرنسا بإقامة المعرض سنة في قطر وسنة في فرنسا. ومنذ ذلك الحين كان تطور كبير وجيد بالنسبة لوزارة الداخلية في قطر وللأجهزة الأمنية في قطر، أنها تشوف الأجهزة الأمنية وتطورها دائما من قبل هذه الشركات، تعرض كل سنتين في قطر، فكان له مردود كبير وجيد بالنسبة للنظم الأمنية اللي موجودة في قطر. وهذا يعطي انطباع، أنت لو شفت الإدارات الأمنية في قطر من حوالي 10 سنوات فتختلف عن وضعها الحالي بالنظم اللي موجودة فيها والتطور في المنظومات الأمنية اللي فيها. وذلك يعني يعطي انطباع أن احنا نستفيد من هذا المعرض دائما في ميليبول قطر من هذه الشركات العالمية التي تعرض وتنتج أحدث الأجهزة الأمنية المتطورة للأجهزة الأمنية. طيب، ما مدى انفرادية هذا المعرض والمؤتمر على المستوى العالمي؟ ما هي خصوصية وموقع هذا المعرض بين المعارض العالمية؟ ميليبول قطر طبعا اسم مشهور طبعا لمعارض أمنية يعني فقط لفرنسا، وبعد الشراكة مع قطر أصبح المعرض له يعني شراكة، يعني يقام مرتين في يعني كل سنة في دولة قطر وفرنسا، ولا يقام في أي دولة أخرى إلا في الآونة الأخيرة أقيم في سنغافورة، يعني لأن سوق سنغافورة بعيد عن سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولذلك ترى أن جميع أن موقعه بالنسبة للشرق الأوسط والشركات اللي تشارك فيه مهم جدا لاستقطاب جميع الزوار من جميع العالم يحضرون، وخاصة في المنطقة في إقليمنا في منطقة الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا يحرصون على الحضور لزيارة هذا المعرض، لأنه المعرض الوحيد في المنطقة يعني المتخصص بالأجهزة الأمنية. فلذلك هو أصبح من المعارض المهمة الجيدة بالنسبة للشركات العالمية، وفي الآونة الأخيرة بدأت هذه الشركات تضع اسم ميليبول قطر في أجندتها السنوية للمشاركة فيه دائما. من خلال اطلاعكم، ماذا يمكن أن يختلف ما بين النسخة الفرنسية والنسخة القطرية؟ النسخة الفرنسية يعني بصراحة أنا أقول لك يعني يكون فيها المشاركات أكثر، لأن تعرف أنت في فرنسا الأوروبيين أغلب الشركات الأوروبية في أوروبا وقريبة من المعرض في فرنسا، سهولة الوصول يعني ما في داعي أنهم يعني يشحن أمتعته وأغراضه بالطيران، في تكلفة عالية عليه يعني على أساس يجي لقطر، بغض النظر عن أوروبا التكلفة قليلة بالسيارات، يروح بين أوروبا يعني أوروبا مفتوحة بين بعض، فبالسيارات الأمتعة والأجهزة تروح بالسيارات فالتكلفة تصير قليلة عليه، ولذلك هناك المشاركات أكبر وأكثر من هنا من 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 قطر. يعني إحنا الحمد لله بالنسبة لسوقنا معرضنا جيد وفي شركات جيدة مشاركة في المعرض، الحمد لله. أعتقد أن يعني أنا في نظري أن كافي لسوقنا المحلي وللمنطقة. هل تتشاركوا مع الجانب الفرنسي في التنظيم أيضا؟ أكيد الفرنسيين مشاركين معنا في التنظيم وفي التنسيق مع الشركات العالمية لجذبها وإحضارها للمشاركة في ميليبول قطر. طيب، تنامي واضح، مشاركة متنامية من خلال النسخ السابقة وصولا إلى نسخة هذا العام، عدد شركات من خلال جولتنا ومن خلال أيضا البيانات الصحفية التي أصدرتموها يعد الأكبر في نسخ ميليبول. هل يعود هذا الأمر أيضا إلى حصريات المعرض وتفرده في هذا العام بتقديم دعنا نقول مشهد آخر للمعروضات؟ هناك حصريات في هذا العام واضح للزوار، يعني في أول يوم نتابع من الصباح الازدحام ونتابع أيضا التسجيل في المعرض.
هل يعود الامر هو انا اشرح لك السنه معرض ملبول قطر في نسخته السنه احنا اختلفنا عن السنوات السابقه يعني بناء على تعليمات معالي وزير الداخليه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفه توجيهاته ان معرض مؤتمر ومعرض الدفاع المدني الذي كان يقام لمعرض لوحده أن يدمج تحت ملبول قطر حتى تصبح منظومة وزارة الداخلية جميعها تعرض في معرض واحد وهو معرض ملبول قطر. ولذلك هناك شركات كثيرة من الدفاع المدني وهي طبعا تختص بأمور كثيرة لجميع الجمهور في الدولة، يعني في المباني في المنازل، الدفاع المدني متخصص للسلامة لجميع جمهور الوطن، يختلف عن الأجهزة الأمنية اللي متخصصة للناس المختصين أمنيا. ولذلك يتضح أن في كثير من الزوار المتخصصين في السلامة والدفاع المدني يحضرون راح يزورون المعرض، وهناك شركات كثيرة مشاركة معنا من الدفاع المدني في هذه النسخة. ولذلك ترى أن المعرض أفضل وأكبر وفيه تنوع، وحتى بالنسبة للأجهزة حتى بالنسبة للشركات الأمنية في تنوع في المشاركة، يعني عندك تنوع من دول كثيرة من أنحاء العالم. ودائما في معرض ملبول قطر هناك أجهزة أو أنظمة جديدة تصدر في هذا المعرض، وهذا شيء طيب بالنسبة لنا احنا يعني. باستثناء الدفاع المدني، إدارة الدفاع المدني، ما هي مستوى الشراكة القطرية بالنسبة للشراكة القطرية؟ طبعا انا شكل ما ذكرتك في البداية عندنا الشركات الوطنية اللي في قطر مشاركة، كما ان هناك يعني كما ان هناك عندنا شركتين قطريتين جيدتين مشاركتين في المعرض. اول شركة برزان القابضة وهي شركة وطنية منبثقة من وزارة الدفاع، عندها شراكة مع شركات أجنبية وتقوم بالتصنيع في دولة قطر، يعني يكون الصنع صنع في دولة قطر، أي جهاز أمني لديها أو أجهزة أمنية تصنع في قطر، فهذا شيء طيب. عندنا شركة إشهار الأخرى بعد عندها نفس الطريقة، هي تشارك شركات أجنبية من خارج قطر ولكن تصنع في قطر، فهذا شيء طيب لنا احنا كأجهزة أمنية في قطر ممكن الاستفادة من هذه الشركات في التعاقد معها، اخذ صفقات معها، شراء أنظمة من عندها وهي موجودة في قطر، تعرض لك الأنظمة هي موجودة هنا، تعرض الأنظمة الجديدة والمتطورة من الشركات الأجنبية المشاركة معها وتقوم ونقوم بالتعاقد معها، وهذا شيء طيب. عندنا في كثير من الأجهزة الحكومية اللي لها علاقه بال يعني جزء من عملها او جزء من عملها فيه يحتاج للامن، مثل الريل. نعم. في عندنا الجمارك مشاركين معنا، هذه ادارات كلها حكوميه موجوده مشاركه معنا. غرفه التجاره لان احنا السنه اخذنا غرفه التجاره على اساس المستثمرين القطريين اللي يرغب في الجلوس مع الشركات الاجنبيه الامنيه الموجوده في ملبول قطر، ويحاول أن تكون هناك علاقة، ممكن تكون هناك وكالة، ممكن يأخذ وكالة للأجهزة الأمنية، يأخذ لها مكتب في قطر، يكون لها مكتب في قطر لهذه الشركة، مما يسهل الوصول لهذه الشركات، أخذ الأنظمة الجديدة التي تصدر من هذه الشركات المتطورة وتفيدنا في المستقبل إن شاء الله. من ناحية مشاركات الدول، نتحدث قبل في مؤتمركم الصحفي قبل انعقاد المعرض تحدثتم عن مشاركة قوية لمجموعة من الدول على رأسها شركات بريطانية. حدثنا عن هذه المشاركة. طبعا احنا عندنا خمس أجنحة مشاركة في ملبول قطر، هاي الخمس الأجنحة طبعا شركات من خمس دول، انا شكل ما ذكرت المملكة المتحدة في عندها عدة شركات مشاركة في جناح للمملكة المتحدة، عندنا شركات للولايات المتحدة الأمريكية الشمالية، في عندنا عدة شركات مشاركين باسم أمريكا، عندنا من بريطانيا، عندنا من فرنسا، في عندنا جناح من فرنسا، في شركات جيدة مشاركة من فرنسا، عندنا شركات من ألمانيا مشاركة في جناح من ألمانيا، وعندنا جناح من إيطاليا، في شركات من إيطاليا مشاركة، وهذا التنوع يعني هذا شيء إن أنت تلقى شركات متنوعة من عدة دول مختلفة تتنافس فيما بينها لإصدار أحدث الأجهزة والأنظمة، فهذا شيء يعني يخدم
التطور الأمني عندنا يخدم صح. أجهزتنا الأمنية حتى صح. نطلع على أفضل الأجهزة ونختار منها ونتعاقد مع هذه الشركات. صح. هذا سؤالي قادم. يعني حتى إحنا عندنا يعني في عندنا دول جديدة، يعني في عندنا شركات من دول جديدة مشاركة، حوالي 6 دول أو 7 دول، يعني من 7 دول، شركات من 7 دول جديدة مشاركة معنا، مثل الهند، يعني أول مرة في شركة من الهند مشاركة معنا، من بوليفيا، من سويسرا، في شركات جديدة من دول جديدة أول مرة تشارك في المعرض. ولولا سمعت الملبل قطر لما يعني ارتأت هذه الشركات أن تشارك في هذا المعرض. اليوم طيب الفوائد يعني التي من الممكن أن تعود على قطر من تنظيم هكذا فعاليات، هل نستطيع القول بأنه فعالية تؤمن، هذه الفعالية تؤمن لقطر فعلا متطلباتها حاجاتها من مختلف معدات الأمن الداخلي؟ ولاحظ كم عام يعني من تحدث أكيد يعني هذا مهم جدا بالنسبة لنا في قطر أن أجهزة الأمنية تتطور. هذا المعرض عندما يعني تقدم إلينا هذه الشركات العالمية بأحدث المتطورات من الأجهزة، وهذه تخدم يعني أنت لو لاحظت الصفقات اللي تصير سابقا في المعارض السابقة من أبو القطر يعني السابقة، في كل معرض تكون في صفقات، هذا يعني أن الصفقات هذه تعني معناتها أن أنت تطور في أجهزتك الأمنية، أنت محتاج أنك تطور، فلذلك في كل معرض تقوم بصفقات وشراء لهذه المعدات والأجهزة الأمنية لتطوير أجهزتك وتغييرها، يعني فهمت علي؟ فهذه الأجهزة الأمنية متغيرة ومتطورة من وقت لآخر، يعني أنت ما تقدر تثبت على 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 نظام معين في هذا المجال الأمني، فأنت بعد فترة تتغير هذه الأجهزة، فلازم أنت تغير من نظامك حتى تتناسب مع هذه التطورات الجديدة للأجهزة الأمنية. قطر اليوم مقبلة على استضافة مونديال 2022. نعم. كيف يمكن لهذا المعرض أن يخدم الجانب الأمني في مشاريع المونديال؟ يعني الحمد لله إن شاء الله كأس العالم راح يكون عندنا في 2022. هذه الملاعب محتاج لإدارات أمنية وأجهزة أمنية ومعدات أمنية حتى تكون جاهزة لحضور الجمهور واللاعبين واستخدامها بشكل صحيح، وتكون مراقبة بشكل طيب بشكل جيد حتى ما تكون في اختراقات. فلذلك أنت محتاج لأجهزة متطورة في 2022. يعني أنت لما نجيب جهاز الحين أنت في 2022 قد يكون هذا الجهاز لا يصلح، فلازم أنت تواكب التطورات. أيوة، فأنت تكون مواكب التطورات على أساس أنت تحظى وتستخدم أجهزة جيدة في الوقت المناسب في وقت الحدث اللي أنت فيه. صحيح. فلذلك إحنا عندنا معرضنا 2000 إن شاء الله، إحنا في 2018 2020 راح يكون عندنا معرض ملبول قطر إن شاء الله القادم، راح تكون في أجهزة متطورة. وانت شفت الهيئه العامه للارث المسؤوله عن الملاعب ومش ملاعب مشاركه في المعرض، موجوده معنا. فلذلك ليش هي موجوده؟ لانها هي تريد ان تقابل هذه كبير. الشركات. نعم صحيح. تريد ان تنظر لما يحدث في الاجهزه الامنيه من تطور حتى هي تستفيد وتشوف شو اللي اصلح لها لملاعبنا ولاماكننا التي سوف نقوم باقامه هذه البطوله. هل نحتاج لكثير من الأجهزة الأمنية المتطورة حتى نكون في أمان، والجمهور اللي حضر إلى بلادنا يكون في أمان الحمد لله إن شاء الله، ونكون يعني مستعدين على أكبر استعداد. فلذلك هذا المعرض اللي أقول لك هو يخدم بشكل كبير متطلباتنا الأمنية اللي نسعى دائما إلى تطويرها، وإحنا الحمد لله في وزارة الداخلية دائما نقوم بشراء في هذا المعرض، لأنه هو المعرض الوحيد اللي يقدم لنا متطلباتنا للأمنية في أجهزتنا وإدارتنا الأمنية. يعني ساعات اللواء اليوم هناك شكل واحد للجانب الأمني في جميع نسخ كأس العالم، يعني لاحظ جانب أمني في المطارات، في شبكة أكيد. النقل، الطرق العامة، أكيد. الأماكن الترفيهية وصولا حتى كل مكان في أي ملعب. هل رصدتم أو هناك دعنا نقول مخطط استراتيجي للجانب الأمني في مونديال قطر 2022، وأنه معرض يعني خدمة هذا؟ يعني شوف يعني أنت لو لاحظت في كأس العالم في روسيا جميع أجهزتنا الأمنية راحت،
واطلعت على طريقة التنظيم وطريقة الاستعدادات في روسيا، وروسيا طبعا أكبر من قطر بكثير وعندها مناطق كبيرة، لكن ومع ذلك راحوا كثير من طلعوا على جميع طريقة الاستعداد وطريقة التنظيم وطريقة استخدام هذه الأجهزة التقنيات الأمنية، هل في خلل صار شيء بسيط، هل شنو السلبيات اللي عندهم ممكن احنا نتفاداها في المستقبل. فلذلك احنا ان شاء الله مستعدين بإذن الله ل 2022 بإذن الله. تعتقد انه تنظيم قطر يعني قطر لمعرض ميليبول دليل حي على جهودها في المساهمة في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي وأيضا مواجهة المخاطر الأمنية ومن بينها الإرهاب والجريمة المنظمة، خاصة أنه لاحظ أنه قطر اليوم تتصدر مؤشرات البلدان الأكثر أمانا في الشرق الأوسط وفقا لمؤشر السلام العالمي للعام 2017 وآخرها 2018. هذا طبعا أنت لما أنت تكون يعني أنت كدولة تقوم بعمل معارض أمنية جيدة في دولتك ويكون هناك مستوى الأمن جيد في دولتك والحمد لله واستقرار وأمان، وهذا هذا ينعكس حتى من الزوار والمقيمين في قطر واللي يغادرون ويسافرون يطلعون يرجعون فيعطون انطباع ويتكلمون يتحدثون في وسائل الإعلام وفي كل مكان أن قطر آمنة والحمد لله بحكم الجهود الجيدة اللي سموه الأمير، فهمت علي؟ فلذلك قطر أصبحت دولة آمنة وكثير من العالم يود أن يحضر إلى قطر ليرى هذا الاستقرار الأمني اللي موجود في قطر، هل هو صحيح؟ هل الناس تتكلم يعني بصدق ولا لا؟ فدائما ينبهرون من الحضور لقطر ويجود الأمن والأمان، وصحيح أن الكلام كله صحيح اللي يقال عن قطر. فلذلك يعني هذه المعارض الأمنية مهمة جدا لنا، لأن إحنا بذلك نطور أجهزتنا الأمنية على أكمل وجه ونكون مستعدين لجميع ما يحدث في المستقبل إن شاء الله، نتمنى أن لا يحدث أي شيء ولكن نكون مستعدين لأي طارئ. كما أن يعني إحنا في معارضنا دائما نتطرق إلى المشاكل الأمنية من خلال المحاضرات اللي نلقيها، يعني إحنا السنة في نسختنا عندنا ندوات، هاي الندوات إحنا يعني قلنا نتكلم فيها عن التهديد عن أمن الأمن السبراني والتهديدات السبرانية اللي بدأت تظهر على السطح في خلال السنوات الأخيرة واللي إحنا تعرضنا لها كدولة، يعني كما إحنا عندنا كأس العالم جاي، فإحنا ارتئينا أن نكون هناك في نتكلم عن إدارة أمن الفعاليات الكبرى، سو حتى يكون عندنا فكرة، هذول الناس عندهم خبرة يعني خبرة سابقة في هذا المجال، فنتمنى ان احنا نستفيد من هذه من هذه المحاضرات يعني وهذه الندوات. تشاركني رأي في انه هذا التقدم الاقتصادي والنمو الاقتصادي الكبير لدولة قطر وخلق دعنا نقول مناخ استثماري آمن يستدعي بالضرورة وجود أنظمة أمنية أكيد تحمي دعنا نقول المستثمرين، تحمي المنشآت، تحمي الاستقرار في الدولة، مليارات أكيد الدولارات أكيد تحميها أكيد النفط والغاز أكيد والمنشآت أكيد الرياضية أكيد والمنشآت أكيد بشكل أكيد عام منشآت، لأن هاي مكلفة الدولة بمبالغ هائلة وطائلة، فيجب أن تحافظ عليها يعني بأي شكل من الأشكال، فلازم أن نحافظ عليها أمنيا. نعم اليوم يعني لا شك بأنه الزائر إلى المعرض والذي زار النسخ الماضية يكتشف بأنه عدد الشركات وحتى من خلال المعلن يزداد، عدد المشاركين من الدول يزداد، وهذا يعني بالضرورة بأنه هذه الشركات تحقق صفقات، توقع صفقات في المعرض، فهي يعني ليس آتية للعرض بقدر ما هي لتوقيع صفقات وعمل، يعني هذا 100% الشركات الموجودة والتي تحضر دائما إلى قطر دائما عندها صفقات وعندها استفادة من المعرض، ولولا الشركات ما تستفيد من المعرض قطر لما حضرت مرة أخرى إليه. عامة كرئيس للجنة ميليبول يعني يكون لديك أخبار حصرية، توقعات لربما بخصوص يعني توقيع اتفاقيات، لربما عدد متوقع للصفقات، رقم يعني متوقع إن شاء الله، يعني أنا من المتوقع إن شاء الله يعني أن تكون الصفقات أكثر من 2016 بإذن الله، وطبعا احنا اليوم راح ان شاء الله نوقع بعض الصفقات اليوم وغدا ان شاء الله وبعد غد باذن الله. يعني وانا اكيد اقول لك ان شاء الله الصفقات افضل من 2016 باذن الله. سريه يعني صفقات لا يعني صفقات 2016 كانت 250 مليون تقريبا او 260 مليون تقريبا على ما اذكر يعني، فان شاء الله السنه راح تتخطى هذا المبلغ ان شاء الله باذن الله. نعم طيب
اليوم المعرض سيتخلل عروض، ولربما هي يعني المرة الأولى التي تحصل فيها عروض تقديمية حية في مبادرة هي الأولى من نوعها، تتيح للزوار للاطلاع على أحدث المنتجات والتعرف عن كثب، الأمر الذي سيشكل إضافة مميزة لنسخة هذا. احنا في النسخ السابقة ما كان عندنا منطقة للعروض الحية لبعض الشركات، لأن في بعض الشركات عندها مثل العروض الحية تبي تستخدم مكان لهذه العروض داخل المعرض. احنا في السنوات السابقه في المعرض في المعارض السابقه عملنا خارجي، كان خارجي بعيد عن المعرض، لكن احنا السنه خصصنا مكان يكون للعارضين، اذا اي شركه ترغب في عمل في 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 عمل استعراض حي لفعاليتها للشركه بامكانها تقوم بذلك في هذا المكان، وهذا شيء طيب، الشركات تحب هذه الاماكن للعروض. طيب مشاهدي الكرام، فاصل وتقرير ومن ثم لنا عودة، ابقوا معنا. المعرض الدولي 12 للأمن الداخلي والدفاع المدني مثل فرصة للشركات وطنية كانت أم عالمية لعرض منتجاتها والتعريف بها. شركة ستاركس موتورز إحدى الشركات الوطنية تم تأسيسها قبل نحو عام ونيف، تقدم عبر هذه النسخة منتجات دفاعية. يقول رئيس مجلس إدارتها إنها تضاهي المنتجات العالمية من حيث الجودة والأمان. طبعا خطوط الانتاج عندنا ثلاث خطوط، الخط الاول تصفيح السيارات المدنيه، الخط الثاني تصنيع المدرعات الخفيفه، والخط الثالث تصنيع المدرعات الثقيله. مجموعه ايكو شركه قطريه متخصصه في مجال الدفاعيه وتقدم عده مجالات للدوله منها مستشفى ميداني متنقل. وبجانب عرض منتجات الشركات، أتاح المعرض فرصة للشركات الوطنية لتوقيع مذكرات تفاهم مثل شركة مقدام التي وقعت اتفاقية مع إحدى الشركات البريطانية لتوريد جهاز متعدد الاستخدامات يساعد في تعزيز الأمن على الحدود ومكافحة الإرهاب. مستبشرين بتوقيع العقد مع دي جي الشركة البريطانية، خاصة فيما يتعلق بمنتجها اللي هو الزيكلون لحماية الحدود. هذا إلى جانب صفقات وزارة الداخلية مع عدد من الشركات العالمية والمحلية شملت مجالات عدة، من بينها التعاون مع ميليبول فرنسا لتنظيم هذه الفعالية كل عامين بالتبادل، بجانب صفقات أخرى لتوريد جوازات إلكترونية واتفاقية لتطوير أجهزة وزارة الداخلية وأخرى تعنى بالنظم الأمنية وغيرها بقيمة أكثر من 500 مليون ريال. تم الاتفاق مع نوكيا سولوشن نتورك لترقية وصيانة نظام تترا الخاص بالاتصالات ب 8,932,742 ريال. تم الاتفاق مع شركة ديلارو انترناشونال الإنجليزية بتوريد جوازات قطرية إلكترونية مبلغ 24,882,000. المعرض تستمر فعالياته 3 أيام، يتوقع أن يتم خلالها توقيع المزيد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات والصفقات في مختلف المجالات. أهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام، من مركز الدوحة للمعارض وحركة تبحث في معرض ميليبول 2018 أعود مرة أخرى للترحيب بسعادة اللواء ناصر بن فهد آل ثاني رئيس لجنة ميليبول.
سعادة اللواء، ذكرت أنه ندوات المعرض ستناقش ثلاث مواضيع رئيسية: الأمن السيبراني، التهديدات السيبرانية، الدفاع المدني تحدثنا عنه، إدارة أمن الفعاليات الكبرى. كيف يتم تحديد موضوع وأجندة المعرض بناء على رغبة قطرية؟ أكيد 100%. نحن ننظر لما نحتاجه طبعا في منطقتنا كمنطقة الشرق الأوسط أولا يعني وأخيرا، ثم ننظر للعالم ماذا يحدث فيه وما هي التهديدات اللي على الساحة الموجودة. فإحنا ارتئينا طبعا بالنسبة لهذه النسخة من لبنان قطر أن يكون التهديدات السيبرانية ذات طابع مهم جدا حاليا وموجودة على الواقع يعني. فلذلك ارتئينا أن نهتم بها ونشوف شنو يعني طريقة هذه التهديدات وكيف الوقاية من هذه التهديدات. هذا الأمر جسد في المعرض كمعروضات أم فقط في مناقشة التهديدات كمؤتمر؟ في لا، هو تكون هناك ندوة يعني كندوة بتكون يتكلم عن هذا المواضيع. في بعض الشركات اللي موجودة في المعرض مختصة بهذا الموضوع، عندها أجهزة يعني بالنسبة للتهديدات السيبرانية، عندها أنظمة يعني دفاعية لها يعني تقي من هذه من حتى هذه. حتى هناك مشاركات من شركات كبرى كمايكروسوفت لمثل هذه التهديدات، وهذا شيء جيد بالنسبة لنا إحنا. اليوم المنظمون يؤكدون في إنه المعرض يساهم أيضا في تحديد أجندة أعمال هذا القطاع على مدى السنوات القادمة، خصوصا وأن بلدان المنطقة تتطلع إلى قدما إلى الاستعانة بأحدث الحلول الأمنية الذكية لحماية أمنها وحدودها. تعتقد فعلا بأنه ما يحصل من لقاءات مكثفة ما بينكم كمسؤولين في وزارات الداخلية، ما بين التكنولوجيين دعنا نقول، ما بين المصنعين، ما بين الزوار، ما بين المحاضرين، فعلا يعني يحدد الأجندات ونسب الخطورة وما يجب فعلا أن يتم نقاشه؟ أي أنا أعتبر هذه ثقافة أمنية كبيرة يعني. أنت يعني أنا كعضو في لجنة في البلد قطر يعني كرئيس لجنة، أنا أروح أزور شركات كثيرة برا يعني، أنا أزور معارض كثيرة في أنحاء العالم، أطلع على جميع الأجهزة الشركات إيش تعرض، إيش عندها المواضيع المهمة اللي على الساحة، شو المهم عندها، شو الناس يعني شو هاي الشركات مهتمة من ناحية أمنية في أي عنصر أمني، فهمت؟ فلذلك أنت يعني تكون عندك فكرة عن هذه الأجهزة الأمنية وعن ما يحدث في العالم الآخر من 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 ما يهدد هذا الأمن، فهمت علي؟ فأي موضوع أمني لما أنا أسافر مثلا في أوروبا أطلع على جميع الأجهزة، أطلع على شركات، أشوف أقابل ناس كثير من جميع أنحاء العالم من مختلف، ليس أوروبيين فقط، من أوروبا الشرقية، من أوروبا، من أمريكا، من جميع أنحاء العالم. فهذا يكون عندك فكرة جيدة بالنسبة للأنظمة الأمنية وما تحتاجها أنت بالنسبة لبلادك عشان تعرض له، عشان تعرض الشيء الأمني المختص فيك واللي تحتاجه أنت، ممكن تحتاج أنت أكثر منهم. صحيح. فلذلك يكون في ثقافة عامة أمنية جيدة يعني للجميع يعني. يعني جميل أن نرى هذا الكم الهائل من الشركات تعرض، لكن كيف يمكن للقطاع، شركات القطاع الخاص القطري، أن تستفيد من هذا المعرض ايضا؟ اي يعني انا دائما في جميع لقاءاتي اذكر اقول للشركات الوطنيه اللي موجوده في قطر، المتخصصين في الامني بامكانهم الحضور للمعرض، المشاركه في المعرض. اول شيء بامكانه يشارك في معرض بلد قطر، بامكانه يتواصل مع هذه الشركات خلال وجوده في المعرض، وجهات النظر، يطلع على افضل الاجهزه الحديثه اللي موجوده من العالم الاخر، ممكن يعمل علاقة معهم تجارية، يكون لهم هو كوكيل في دولة قطر، وبذلك تكون هناك الثقافة المتنوعة اللي تفهمك شو اللي يعني جميع متطلباتك والأجهزة الأمنية اللي موجودة في العالم ممكن أنت تقتنيها على أساس تستفيد منها في بلادك. تسعون شركة محلية تشارك في النسخة 12 من المعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني ميلبول قطر 2018.
من بينها المركز الاستراتيجي للاستشارات والتكنولوجيا. قدم المركز في هذه النسخة أحدث منتجاته واختراعاته، من بينها تطبيق المحادثات والاتصالات المشفرة والذي يوفر نظام اتصالات عالي الجودة، بجانب ما يتمتع به من خاصية في حفظ البيانات في سيرفرات فيما يقول المركز إنها غير قابلة للاختراق. هو نظام اتصالات خاص ممكن الاستفادة منه في الجهات، في الوزارات والهيئات وأيضا القطاعات الخاصة. هو عبارة عن نظام اتصالات داخلي تمتلكه الشركة أو المؤسسة المعنية. اختراع آخر يضاف إلى إنجازات المركز الاستراتيجي للاستشارات والتكنولوجيا في مجال الأمن، وهو عبارة عن سيارات يمكن التحكم فيها عن بعد وتتعدد فيها الاستخدامات، إذ تساعد في كثير من مراحل التحقيق والبحث والاستكشاف. ليس هذا وحسب، فقد كشف المركز عن نظام متقدم لجمع المعلومات يساعد في عمليات المسح وقياس الرأي. هو جهد في عمومه قد تتقاسمه مؤسسات وطنية أخرى ظلت تعمل وتبحث في الأمن السيبراني والطرق المثلى في ذلك. احنا عملنا دراسات بين السيارة الموجودة الآن اللي صناعة القطرية اللي احنا صنعناها، وأيضا بين السيارات الأخرى اللي موجودة عالميا. عطينا عليها مميزات إضافية، أنها ممكن تستخدم القنابل الدخانية فيها، ممكن تستخدم مدى استخدامها على نص كيلو تقدر تستخدمها. عندنا نظام الانتليجنس سوفتويرز اللي هو نظام السوشيال ميديا اللي يجمع البيانات عن أشياء معينة متطلبة من قبل الوزارة نفسها أو من قبل الهيئة أو الشركة نفسها. نحن أجرينا دراسة مسح لتقريبا 104 شخص مختص في مجال الأمن السبراني. كانت أهم نتائج الدراسة أنه 5 من أجرينا لهم مسح يطلعوا باستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء الأنظمة الأمنية والأمن السبراني. المعرض في عمومه حافل بكثير من المؤسسات المحلية والعالمية التي تعرض مختلف الأسلحة وناقلات الجنود بتعدد أشكالها، بالإضافة إلى أجهزة المراقبة وغيرها من أجهزة التأمين الذاتي أو السيبراني. شهد الكرام، يكتسب ميليبول قطر أهمية خاصة لمنطقة الشرق الأوسط، حيث يشير تقرير أصدرته شركة الأبحاث فروست أند سوليفان إلى أن قيمة سوق الأمن الداخلي في هذه المنطقة سترتفع إلى 19 مليار 700 مليون دولار بحلول العام 2022، مقارنة بالتوقعات البالغة 6 مليارات و900 مليون دولار هذا العام. أرقام تعطي دلالة هامة على حجم السوق في منطقة الشرق الأوسط والحاجة إلى التكنولوجيا الأمنية الداخلية. سعادة اللواء، يعني أرقام مهولة في حجم الإنفاق على أكيد. يعني أنت الداخلية. لما أنا أقول لك عن قطر، إحنا عندنا رؤية 2030 وعندنا 2022 قبل رؤية 2030، فأنت لك متطلبات كثيرة لما توصل لـ 2030. يعني أنا بخطي لكأس العالم وبظل محتاج لمتطلبات أمنية حتى أوصل لـ 2030. أنا لأن عندي استراتيجية لأن 2030 يعني مش باقي لكأس العالم. صحيح. ولذلك أنت لك متطلبات كثيرة، تطور الأمن، تطور الأجهزة، تطور كل شيء يتغير في هذه الأنظمة، فأنت مطالب أنك تتغير. إذا ما تغيرت راح ترجع متأخر. فهذه صعبة. يعني ميليبول أعلن عن استكمال كان حملة ترويجية، هنا أود أن أشير إلى أن التنظيم يختلف في معرض ميليبول عن أي معرض آخر. كان قد أعلن عن استكمال حملته الترويجية الواسعة والتي شملت عدد من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في القطاع، وهذا طبعا جاء للترويج لهذه النسخة الثانية عشر. شاهد برنامج الحملة الذي استمر على مدار 14 شهر، بدأ في شهر أبريل من العام 2017 وانتهى في يوليو 2018. حضور اللجنة كان واضح في فعاليات رفيعة المستوى متخصصة في القطاع حول العالم، بهدف تعزيز مشاركة نخبة الخبراء العالميين المتخصصين في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني في فعاليات معرض ميليبول 2018. وشمل الحملة التسويقية أيضا إلى إجراء زيارات إلى عدد كبير من المعارض على المستوى ليس سهلا. يعني العمليه اي طبعا إيه. احنا قبل انا حوالي من 14 شهر قبل المعرض بلبل قطر كنا نسافر الى كثير من الدول، يعني في اوروبا، في شرق اسيا، في اسيا.
حتى نستقطب هذه الشركات الجيدة. يعني أنا أروح كممثل لدولة قطر لوزارة الداخلية لمول قطر على أساس أشرح لهذه الشركات إن إحنا عندنا معرض اسمه ملبول قطر جيد، مستوى جيد، ممكن أنت تطلع، أنت كشركة تطلع على المستويات المشاركة فيه في الدورات السابقة، وإحنا ندعوك للحضور لهذه الدورة. فهناك الحمد لله شكل أنت ماجد في حضور جيد من هذه الشركات، الحمد لله متوفقين في جميع سفراتها بالنسبة للتسويق لمعرض ملبول قطر. كان آخر معرض إحنا رحناه في هولندا، كان بالنسبة لي أنا كان معرض في هولندا، كان متخصص في الترافيك يعني الأجهزة المرورية والشوارع والأشغال، ولكن إحنا توفقنا في بعض الشركات جاتنا من هناك، والحمد لله يعني في شركات في سافرنا لأوروبا كثير، في طبعا فرنسا وسافرنا فرنسا وفي إسبانيا، وسافرنا إلى دول كثيرة في أوروبا صراحة في معارض كثيرة، وسافرنا في الأردن في عندهم معرض سوفكس، سافرنا إلى عندنا شركة وكيلة في أمريكا بالنسبة لملبول قطر وملبول فرنسا، هي تكلم الشركات يعني تخاطب الشركات، تحضر مع الشركات وتجيبهم لنا لقطر، ما عندنا أي مشاكل والحمد لله. حسب اطلاعك سعادة اللواء، أي من الـ من الـ من الأجهزة الأمنية تحتاج قطر في الوقت الحالي؟ هل ننطلق من الأجندة أم من الفعاليات أم من السيبراني؟ احنا شوف كل القطاعات تنظر لأجهزة الأمنية وما تحتاجها من تطور، فإذا رأت أن الأجهزة الأمنية لا تفي بغرضها لتأمين الأمن لديها، فيجب أن تغير من هذه الأجهزة، لأن الأجهزة تتطور، يعني أنت لا تتخيل تطور هذه الأجهزة بشكل سريع جدا، يعني خاصة في الكاميرات تعرف الأمنية، في النظم الأمنية هاي تتغير كثير بشكل كبير، فتلقى أنظمة جديدة تطلع، وتعرف انت الهاكرز اللي مضادين كلهم لهم طريقه، وكلهم لهم جريمه اخرى طريقه، فانت لازم تتطور حتى تقي اجهزتك الامنيه من اي اختراق، فلذلك هذه الانظمه تتغير وانت لازم تتغير مع هذه الاجهزه، لازم تغير ما تقدر يعني. ماذا عن الرعاة وتعاون الحمد لله الخاصة. السنة إن شاء الله احنا كان عندنا طبعا احنا نشكرهم جزيل الشكر الرعاة الرسميين اللي رعوا ملبول قطر، وازدادوا بشكل متنامي، يعني حوالي 22 رعاة عندنا السنة، حوالي 21 رعاة راعين لملبول قطر ومشكورين جدا هذا السنة. سعادة اللواء ناصر بن فهد الثاني رئيس لجنة ملبول، أشكرك جزيل الشكر على تلبية الدعوة معنا في برنامج نبض الاقتصاد، ونتمنى لكم التوفيق بإذن الله. مشاهدي الكرام، إلى هنا شكرا. نصل وإياكم إلى ختام حلقة برنامج نبض الاقتصاد، نشكركم على طيب متابعتكم وإلى اللقاء.